إخوان الأخوات، درت الكاست، يعني مرحبا بكم في رحلة فضائية، ولكن هذه المرة غتكون مع عبد المجيد كدبون بوحجرة شخصيا. صافي، البارح بالليل في وقت متأخر تلقوا الحلقة النارية اللي دار عبد المجيد كدبون تقريبا ساعة ونص هو تيبلبل عليهم تمايا، ساعة ونص من الفضائح طبيعة الحال. لضيق الوقت ما غاديش ندير لكم كل شيء باش ما نضيعش لكم وقتكم، جبنا لكم غير كيف ما تنقولوا غير القفشات الرائعة والخطيرة ديال بوحجرة. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بخير وعلى خير. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك ديالكم إذا كنتم مازال ما مشتركينش في القناة، وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد. كنت من يومين هذه وأنا كنتسنى ما يتلقونا الفراجة، واليوم تلقونا الفراجة، حطوا الحلقة كاملة ساعة ونص، صراحة ساعة ونص ديال التبديل، ولا بغى يسكت عبد المجيد كتبوا النقابي الأول في الجزائر وما بغاش يتصرط لهم والو، فضيحة تبع فضيحة. وقت ما شد الميكروفون ضروري زغرت، أجاب أخويا حاتم زغريت الرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد كدبون بوحجرة، وراه خوتي العزاز المثل تيقول هبيلة وقالوا لي أنا وضيت زغرتي. بينما دول قبلنا قوية علينا يعني بعاد علينا، نسبة النمو تاعهم عمرها ولا تجاوزت 1.2 1.3 باش يقزموا الجزائر ما قدروش، لأن الأرقام تبين باللي النمو السنوي تاعنا نسبة النمو كانت ب 4.1 4.2 4.2 يعني خلقت ثروة وخلقت مناصب شغل وخلقت كذا. بينما دول قوينا قوية علينا يعني بعاد علينا، نسبة النمو تاعهم عمرها ولا تجاوزت 1.2 1.4. وقلنا غير اللي معلوماتكم خوتي العزيز، راني مجرب الفيديو ل 1.3 يعني السرعة الطبيعية راه زيد فيها 3 الفصيلات باش يلا نكملوا هذه الحلقه هذه بالزرب. اما الا درتو بالصوت ديالو العادي وبالريتم ديالو الثقيل وبقينا انا خصنا شي حلقه فيها شي 3 سوايع، وانا عارف الوقت ديالكم ضيق من اجل التحبيط ثم التحبيط. دابا عبد المجيد كدبون الاقتصاد عنده في الجزائر وصراحه اقتصاد غريب جدا، يعني شوف كيفاش عنده المنطق. دابا بالنسبه ليه هو يا كرئيس دوله كتدخل 149 مليار دولار حتى 190 مليار دولار، مزيان تكون عندك 4% من مثلا نقولوا حنايا 200 مليار دولار، يلا نتفوبروا معاكم ونزيدوكم الزايد حنا من الفوق، ياك حنا غير كنهضروا نتوما غير كتهضروا غير كتكذبوا، نزيدوكم حنايا نقولوا دخلتوا في العام 200 مليار دولار. الى حققتي 4% من 200 مليار دولار راه ماشي هي مثلا اليابان اللي غتحقق 0.5% من 3000 مليار دولار، وزعما راك متخرج من المدرسه ديال الاداره في الجزائر، يعني عندك مع الارقام عندك مع النسب المئويه، راه 4% من 200 مليار دولار ولا 140 مليار دولار راه ماشي هي 0.5 من 3000 مليار دولار، راه ماشي هي 1% من 4000 مليار دولار. فإلا بغيتي تقارن راسك الرئيس الجزائري قارن راسك مع شي دوله افريقيه ما عندهاش البترول والغاز، شي دوله فقيره مسكينه يلا تشوف تقدر تفوتهم بشي شويه. ما يمكنش تقارن راسك مع المغرب لاننا هاربين عليك واخا ما عندنا لا بترول لا غاز هاد الساعه، ولكن شك تقارن راسك مع الناس كيدخلوا 3000 مليار دولار و 4000 مليار دولار، راه يدخلوا غير 0.25% من 4000 مليار دولار مثلا راه فايتينك بسنوات ضوئيه. ما عندنا حتى عقده في هذا المجال، ما عندنا حتى عقده، هذا هو جيني بالكلام الحلو معليش كلامك راني نديرو على جهه بصح راني شاد حجره في يدي تخرج على الصف نعطيك. هذه هي هذا المقطع شناه البارح، واكيد كلشي شافو كلشي داير عليه تريند، كلشي كيضحك على بوحجره. حنا في المغرب كان عندنا بوصمه كانت يقتل الناس، دابا في الجزائر خرج لهم بوحجره. ولكن هذا المقطع انا عاودته لكم ماشي باش نتعاودوا، انا ما عزيزش عليا نتعاودوا، انا هذا المقطع عاودته واكيد غتكونوا غترجعوا شويه للور باش تشوفوا، شوفوا رده الفعل ديال شنقريحه، شوفوا شنقريحه كيميز بالضحك وفرحان فاش الرئيس عبد المجيد كدبون بوحجره قال لهم نحز حجره ونفلقوا، يعني ما عمري شفت شنقريحه تضحك من قلبه لهالدرجه هذه حتى ضحكوا عبد المجيد كدبون، صراحه ثنائي خطير في الكوميديا. وعمي كدبون وانا راه معاك، انا راه كندعمك، انا راه غندفع الناس في الجزائر انهم يفوتيو لك عن طريق الكونتر خطه، حنا كنتقدوك باش الجزائر يلتموا حولك انت وشنقريحه ويفوتيو عليك. عندك شي نار تفلقني بشي حجر؟ عندك راه القضيه فراجيل الفوق، عندك عندكم ريفريجاتور ميد ان الجزائر
من بعد ما قال لهم غنصاوبوا زيت المائده الجزائري وارغان الجزائري والسكر الجزائري وبزاف الحوايج الجزائريه، دابا قال لهم غنصاوبوا لكم ثلاجه جزائريه. شنو غديروا على الثلاجه هذه ميد ان الجيريا؟ غتنفخوا ليها الروايد، وانا عارف بان الثلاجه ما عندهاش روايد، ولا كيكون عندها واحد الروايدات صغيورين ما كيتنفخوش. ياك نتوما عندكم واحد الشركه جزائريه كنتو قلتوا للشعب الجزائري شحال هذه انكم كتصنعوا ثلاجات، استقصوا حتى الثلاجه حتى هما كيف ما كديروا السيارات حتى هما ما كتصنعوهمش، كنتو غير كتركبوا. ورا بالمناسبه قال البارح قال لك الجزائريين ما كانوا كيصنعوا والو، كانوا غير كيركبوا وتيكذبوا علينا بالتصنيع. ورا حتى انت فخامه الرئيس كذبون في العوده الخامسه ديال بوتفليقه لانك استمراريه للنظام، حتى انت راه كتقول لهم ولينا كنصنعوا السيارات فيها ولينا كنصاوبوا الزيت وغنصاوبوا السكر وغنصاوبوا حتى الثلاجه. تبارك الله هو والريح. وشفتوا الناس فرحانين وضحكين وتقول غير شي سهرة كوميدية شي ستاندارد شي واحد جاي يدير لهم الكوميديا بحال داكشي ديال قاد المالح وجنبات الدبوز، والناس تما في الحضور ضاحكين وناشطين مع عمي كيدبون. صراحة مفوج علينا ومفوج على الشعب الجزائري اللي تيمر من المجاعة ومن الأزمة ومن ندرة المواد في كاع المستويات، فهو مرة تيخرج لهم كيدبون تيلطف لهم الأجواء بهاد الكوميدي ديالو. قال لهم نتوما كنتو كتقولوا لينا كنصنعوا ثلاجات وكنديروا نتوما كتصنعوا الهواء والريح، وصراحه والله ما كذب راه كانوا كينفخوا الهواء والريح ديال السيارات، وتيقول لك راه كنصنعوا السيارات غير ضد في المغرب. وبالمناسبه راه قال البارح اعترف هو سلال قال لك خسرنا 7 مليار دولار على الشركات الفرنسيه ديال تركيب السيارات في الجزائر غير باش ننافسوا المغرب، هو نقص منا البارح وقال لهم مشات لينا 3.5 مليار دولار. وشوف سبحان الله العظيم دائما تيهضروا على الخسائر ديالهم ولكن ما عمرهم هضروا على الخساره الكبيره اللي هي عبارة عن ثقب في الميزانية الجزائرية المستمر إلى يومنا هذا ديال المصاريف البوليزاريو اللي كتخلصهم الجزائر. 24 بداية 25 ننتج السكر نتاعي. ولكن فخامة الرئيس الجزائري دابا أنا ما فهمتش هذوك الناس كيصفقوا، أي حاجة غيقولها أي جملة غير كيسالي الجملة بالنقطة كيصفقوهم، واخا يسبهم كيف ما كان تيدير بوتفليقة كان تيسبهم وتيعايرهم وتيهبطهم هكا على المباشر وهما تيصفقوا. عندهم تعليمات صارمه من العسكر، منين الرئيس يبغي ياخذ النفس ديالو صفقوا نتوما، واخا يقول شنو ما قال صفقوا، واخا هو تيكذب عليهم وما تيصفقوا. فخامه الرئيس راه قلتي لهم في 2023 ثلاثي الثاني والمعط الرابع ديالكم، قلتي لهم في 2023 راه كاينه واحد الشركه في الجلفه والمعط خنشله، قلتي لهم راه غيصابوا البيتراب وغيصابوا السكر الجزائري، دابا صدقات في 2024 2025. المهم بصبع بلا ما تحاول تفهم فوضي على كذبون باش يكون عندك السكر الجزائري. وصراحه حنا راه ما محتاجينش السكر الجزائري، ها هو كذبونا هو سكر مع راسو، ها هو كذبون تيضحك وتينشط سكر مع راسو كيف ما تيقولوا المصريين. الانسان مسؤول والا اللي داعى بالمعرفه ويجي يقول لي بين 30 و40%، راه الدول المتقدمه تقول بين 30 و30.0102 ماشي بين 30 و20 و30. دابا عمي كذبون مسكين وتنسى بانه هو اول واحد في الجزائر ما تعطيش الارقام مضبوطه، تنسى بانه راه قال لهم غادي يخرج من البحر الابيض المتوسط 1.560 مليار متر مكعب يوميا باش يديروا له التحليه. راه حشومه تهضر على الفاصيله، انت راه قلتي 1.560 مليار متر مكعب ديال تحليه المياه يوميا، انت راه كتقول لهم 30 40 50 60%، انت راه كتقول لهم غنديروا اجتماع يوم الاحد 2 3 4 5 جمعه وكتعطيهم هما يختاروا اللي بغاو، انت راه كتقول لهم كل مره نسبه مئويه مختلفه، انت كتقول لهم بعض المرات عندنا احتياطي ديال الصرف 45 مليار، شويه 60 مليار، شويه 70 مليار، فانت اصلا ما ضبطش الامور ديالك باش انت دير الملاحظه للاخرين. ايه لدوله ونخرج من الضبابيه، الضبابيه هذه اللي داتنا بعيد، لان في المناسبات نجيب ارقام وهميه اللي تبرر تصرفات وهي ارقام كلها كذب في كذب. نعطيكم تيشهد على راسو تيقول لك راه ما عندناش الرقم انا، راه كل شيء كذب في كذب، يعني هو براسو كيعترف بان الجزائر مجرد كذب. وانت في نفس الجلسه وفي نفس الحوار الشيق والكوميدي قلتي لهم حنا ثالث اقتصاد في افريقيا، وانت كتعطيهم ارقام ديال 35 مليار ديال الفلاح، وانت في نفس الوقت كتقول بانه الارقام غير صحيحه في الجزائر وتيكذبوا عليا. وعطى داك المثال اللي قلت لكم البارح ديال رؤوس الاغنام اللي قالوا لي كاين عندنا 28 مليون راس غنم وهما ما عندهم والو. وفخامه الرئيس كذبون، راه ما يمكنش تعطي نفس الملاحظه وانت اصلا كدير نفس الاخطاء،
راه حتى انت براسك عندك مشكل في الرقمنه ومازال ما درتوش الرقمنه ومازال ما متاكدش من الارقام ديالك اللي كتشير بها. كيف يعقل على ان الجزائري كيشري بطاطا واحده بغسيل الفندق وانت كتقول لي الفلاحه الجزائريه دخلت 35 مليار دولار؟ ياه على دوله، ياه على رئيس، وكذبوا نواب وحجره. تتكيس راه فلقتي الجزائريين كاملين بهذا الخطاب. انا اللح وراني في سنتين اللح ونوصل لها ان شاء الله. وما يمكنش عاوتاني، دابا نتوما كتصفقوا عليه غير حيت هو قال لكم انا ولح او اللح. اللح اللح قال لك سنتين هو تيلحلح تمايا والمصرفقون المصفقون كيصفقوا عليه وفرحانين به لانه يلحلح. طارق بن زياد العدو انا ناكل البحر وراكم، قال ممنوع الاستيراد، دبر راسك ما تكلمني ما نكلمك. وهو بدا تيقرب العصا، وشتي بصبع وشتي كنقولها لك دائما، تيقول لك راه سبب المجاعه ديالك وسبب الطوابير هو ان الرئيس الجزائري كيبغي يصرف على البوليزاريو وعلى جمهوريات الريح، ما كيلقى ما يصرف، فشنو غيختار؟ عنده اختيارين فقط، يا اما يمتنع على دعم البوليزاريو وجمهوريات الريح والعداء ديالو ضد المغرب، يا اما يجوع بصبع. هو تيختار السهله وتيجوع بصبع لانك عارف غتصبر ليه وعارف غتقول لي تحيه كذبون وعارف غتقول لي تحيه البوليزاريو والميزيريه وتحيه البوليزار. فهو منع عليك الاستيراد منذ سنوات وعينا ما شرحوها لك بالخشيبات، ما بغيش يفهم. الناس في الجزائر راه مانعين عليكم الاستيراد، كيستوردوا لكم غير التقطيره، لانهم الا مشاو في نفس الوتيره ديال الاستيراد في ايامات بوتفليقه خاصهم يمشيو للاستدانه، وهو ما خاصوش يمشي للاستدانه لان البنك الدولي غيمنعو من رشوه فئات من الشعب اللي كيتسموا بوصبع المقرب للنظام اللي كياخذ الامتيازات على حسابك انت. المهم انا راه صريح معاك بوصبع، شوف سبب المجاعه ديالك هي البوليزاريو وجمهوريه الريح والعداء الجزائري للمغرب لانهم تيجوعوك. ها هو مانع عليكم الاستيراد يا جد. في ظرف 4 سنين ورغم الكوفيد في 2018 2019 كنا نستورد ما يقارب 750 مليون دولار تاع كيتشوب مايونيز وتفيش مثل هذا. لما درت النيف الجزائريين اليوم عندنا من احسن انتاج تاع المواد وراه تباع في والله يبقى يستر وصافي. دابا دواج رئيس دوله كيضرب بالحجر وكيضرب على الكيتشوب والمايونيز. وبالمناسبه عمي كذبون، الكيتشوب والمايونيز راه كانوا كيتصابوا في الجزائر بديامات بوتفليقه هما وارجل الدجاج المنزوعات العظا. يعني انت ما درتي والو، حتى داك المسجد ديال الجزائر حتى هو راه بنا بوتفليقه، يعني كلشي داروا بوتفليقه. وانت كيف ما قلت لكم نتايا غير استمراريه ديال النظام ديال بوتفليقه في العوده الخامسه ديالو. كيف ما كذبون كيف ما بوتفليقه اصلا كذبون، راه حلف قال اقسم بالله الى البرنامج ديال فخامه الرئيس بوتفليقه المغربي ما يتوقف، فعلا راه وفى بالكلام ديالو. داكشي ديال بوتفليقه مكمل عليه. دابا واش كاين شي دوله فرحان بتصدير الكيتشوب والمايونيز ونتحداك تورينا الدول هادو اللي كيستوردوا الكيتشوب والمايونيز ديال الجزائر وما تيمرقوش؟ اما كاين غير السلوكيه يا جماعه، العمليات الاقتصاديه هذه اللي خلات الناس مثل ما قلتها ونزيد نكررها ونذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، هذا اللي وصلنا عليه الله عز وجل. نزيد نفكرك ونفكرك ونفكرك باش الامور هذه نبتعد عليها نهائيا. وصلوا ناس يشريوا في طائرات خاصه ضربوا في الراس على الوحده تاع الليل قال نمشي لباريس راه عندي عرضه يقبل الطياره نتاعو ويمشي. ابعد من هذا، انا شخصيا وقفت عمليه تاع بناء قاعات شرفيه تاع خواص عنده الطائره الخاصه نتاعو، عنده الطرماك الخاص تاعو وين يقاري كما تقول الطائره نتاعو والقاعه الشرفيه نتاعو ويطلع منها وينزل منها. ماشي الا دوله في دوله، يعني امور خطيره بالنسبه للسياده بالنسبه للامن بالنسبه الاخلاق. بينا فيه الجزائريين ينوض على 5 تاع الصباح باش يصح له ساشي تاع حليب، واش من جزائر هذا؟ راك سمعتي يا ابو صبع الرئيس ديالكم تيتكلم على فساد الاخلاق وهو كيتكلم على الاغنياء اللي عندهم طائرات الخاصه. ومنين كنتكلموا على الاخلاق راه كنتكلموا بدرجه كبيره على المرتدين لا يجد، يعني مشكل اخلاقي في الجزائر كيتكلم عليه الرئيس ديالو. ولكن فخامة الرئيس خلينا من هادشي ديال انه الاغنياء من حقهم يكون عندهم طائرات خاصه، غير هو ما يمكنش يكونوا في مطارات خاصه، يعني المطارات ديال الدوله والشركات اللي كتكون عندهم الطائرات الخاصه كيكونوا مسيرين ومراقبين من الدوله. الا نتوما ما قدرتوش تراقبوا هذه يعني نتوما فعلا كتاكدوا الكلام ديال المغاربه اللي كيسميوكم الحاضره والزريبه. ولكن هنا انا غنمشي معاك بعيد، خلينا من هذوك اللي كيسرقوا الاموال الكبرانات ولادهم وعندهم الطائرات الخاصه داكشي كامل عارفين.
ولكن واحد ابن بطوش راه هو عنده الطائره الخاصه والرئاسيه يجد. حتى ابن بطوش راه ما كيراقبوش فين دو في المطار منين كينزل، ما كيراقبوش شنو كيهز معاه، شكون هما المرتدين اللي كيدي معاه في الطياره. حتى هو راه من هاد الناس هادو. واش حبستي ابن بطوش؟ واش منعتي من الطائره الخاصه ديالو؟ كيفاش مديونيه والتزمت انا بلي ما ندخلش في المديونيه ابدا، وفاء لشهدائنا الابرار، وفاء للناس اللي ضحوا على هاد البلاد. وكل شيء كيدخل فيه الشواء هذا، راه الشواء هذا ماشي الشواء هذا، راه الشهداء الحقيقيين اللي ضحاو من اجل حريه الجزائريين كشعب او كقبائل، هذوك الشهداء الحقيقيين والمقاومون الحقيقيون اللي كانوا مع المغاربه كيقاوموا فرنسا، هذوك راكون كانوا عارفينكم غديروا هذه الحاله هذه كون راه بداو بكم نتوما الولايه الحركيه. الله الا يبداو بكم نتوما الولايه. على هذوك الشهداء الحقيقيين راه خلاو عندكم البترول والغاز، ما عمرو فكروا ولو لمره واحده على انه الجزائر غيكونوا فيها الطوابير وغتعيش هذه الازمه وهذا الافلاس هذا، وهادشي كامل بسبب الصحراء الغربيه اللي هي خراب الجزائر. نجار اون ا ريسي دي كونتينر افيك دي بنو يزاجي، اون ا ريسي دي كونتينر افيك لا بيير بالغرافي، والعمله صعبه مشات. الى يومنا هذا الجمارك يبحثوا على شركات وهميه، رغم انها شركات وهميه ولكن لها كان لها الرخصه بالاستيراد. يوم ما باقيش تقلقوا الجرار، ومن نقول لكم الحاضره والزريبه وانتم ما دوله ما والو، ما تبقاش تقلقوا. واش كاين شي دوله كتشري الحوت في البحر؟ واش كاين شي دوله كتخلص الفواتير ديال الاستيراد قبل ما تجي السلعه؟ واش كاينه شي دوله ممكن تسمح لها التصرفات هادو؟ ها انتم كتسمعوا بودنيكم، ماشي حنا اللي قلنا. الرئيس ديالكم تيقولوا بان الجزائر مزبله اوروبا، كيصيفطوا لها البناوات القدام، كيصيفطوا لها الزبل، كيصيفطوا لها الحجر عليها، وهو عنده هوايه الضرب بالحجر. قول لي الاوروبيين هما اللي جروا لي الشحيمه كيف ما تنقولوا، وبداو تعطيو الحجر صدق كذبون ولا تضرب بالحجر. ايه الدوله دابا صافي تقيدات عليكم حاضره زريبه، وحسب الرئيس ديالكم مزبله. وكانت اقليه مفترسه هي اللي توزع الريع على بعضهم بعض، هذا ما يمس هذا، ديب ما ياكل ديب. دابا بالله عليكم واش كاين شي رئيس دوله تيقول الديب ما ياكل الديب؟ ياه على رئيس، ياه على دوله، ياه على مزبله. ما بقاوش معنا ما نديرو يعني باش نتقبلوا، صايدين لنا كي الخروف تاع العين، داينا لا فامي، داينا لا بنك مونديال. تيمعني عليهم وتيهضر عليهم وتيسميهم بالقاطع، صايدين لنا كي القاطع، وراه فعلا راه دابا كذبون. هو كذبون حتى هو جزء من القاطع، لانه غير صايدين النظام العسكري صايد كل شيء، صايد كذبون وصايد الوزراء وصايد المصفقون وصايق بوصبع وصايق الشعب الجزائري، كل شيء قاطع يجد وكل شيء صفق يجد. فترة مدروسة إسقاط يعني المعنويات الجزائريين إلى أدنى حد حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد. صافي كذبون عاقب التهبيط، ها هو دابا راه تيوصف حرفيا التهبيط والتحبيط والابتزاز. هو تيقول لك يهبطوا لهم المعنويات، يعني راه متبع القناة ديالنا لأننا كنا من الأوائل اللي كنهبطوا المعنويات ديال بوصبع، والحمد لله الفكره انتشرت وبزاف الاخوان والاخوات ولاو تما من المهبطين والمهبطات. وكتبون ودير لايك حشومه، تتفرج فيا دائما وكتخرج تقول بحال عندي معك شي حساب، دير لايك راني كندعمك اصاحبي، حتى دير لايك كتبون. كتي نفسك بروحك تكلم سي عمار على الفلاحه، الناس عندهم غير لسان. لما تكلمت على مزاريع كبيره وضخمه وهذه سخريات، ايبا مضينا بروتوكول داكور مع دوله عربيه نبغوها وتبغينا قطر مزرعه نتاع 117,000 هكتار باش ننتج الحليب نتاعي لا بودر دو لي، نحاول باش ما نستوردش، لان جاي ايام الشده وشفنا بدايه ايام الشده مع الحرب اللي ناضت في اوروبا كيف الحبوب، سوق تاع الحبوب نصنع ندير الحبوب نتاعي ندير الحليب نتاعي مي فور غرام ما توصل ربما اقل بشويه باش يمشي اللي قررته، ولكن تمشي الامام فيش اليوم كما قلت لكم الانتاج الوطني في. دليل اخر على ان عبد المجيد كذبون بوحجره كيتبع القنوات المغربيه، قال لك بقاو تضحكوا عليا فاش قلت لهم المزرعه ديال الحليب، وبالسيف نضحكوا عليك. واش عرفتي شنو هي 118,000 هكتار؟ ها انت عاوتاني كتكرر نفس المزارين وسط المضحك. الجزائر مضحكه كيف ما كيسميوها على وزن محلبة. اولا يا كذبون انت كتقول بانه بروتوكول داكور، يعني بالفرنسيه هو بانه مذكره تفاهم
كيف ما وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا من 1992 وانتم كتوقعوا في مذكرة تفاهم وما درتوا لا انبوب لا والو. ها انتم مع قطر وقعتوا على مذكرة تفاهم، يعني ماشي اتفاق نهائي، مجرد مذكرة تفاهم، مجرد نوايا، يعني نويتوا انتم والقطريين انكم ديروا المحلبة السعيدة ديال الحليب، او بالاحرى المزرعة السعيدة ديال عبد المجيد كدبون بوحجر. دابا القطريين ملي شافوك كتهضر على الحجر وكتهضر على الضرب بالحجر محال واش يكملوا معاك. وبالمناسبة انتم صدعتوا لينا راسنا بالسيادة وجيتوا عند القطريين وبعثوا لهم السيادة. الشركة القطرية وقعت معهم مذكرة تفاهم ولكن بشرط فضيحة، شرط كيأكد على أن الجزائر لا سيادة لها. هذا المشروع اللي كيتكلموا عليه اللي هو أصلا مشروع فنكوشي وما غاديش يدار، كيف ما بزاف المشاريع القطرية اللي قالوا الجزائريين غنديروهم ما داروهمش، هذا المشروع الفنكوشي القطريين خذوا فيه 51% من الأسهم، والجزائر خذت 49% من الأسهم من نفس الشركة. يعني الكلمة الأخيرة ديال قطر على الأرض الجزائرية ماشي ديال الجزائر، يعني السيادة باي باي. العرف يقول بأنه أصحاب الأرض هما اللي كيكون عندهم 51% ماشي العكس، يعني بعتوا السيادة لقطر فما تصدعوناش بالسيادة اللي أصلا ما عندكمش. ولكن عمي كذبون، صاحب مشروع المزرعة ديال الحليب راه 118,000 هكتار في الميلة ولا في بلاصة صحراوية راه صعيبة بزاف، راه ما يمكنش، راه واخا تجيب حتى الولايات المتحدة الأمريكية ما يسوقروهاش لك. 118,000 هكتار باش تنبت لينا الحليب من الشجر، صراحة هذا المشروع عجبني، وهاد الشجرة اللي كتشوف حدايا هي غنبت فيها الحليب. نشوف هذا المشروع ديال مزرعة الحليب ديال عمي كدبون واش مشروع ناجح ولا لا. 70 مليار ونتمنى إن شاء الله باش نوصل إلى ما أبعد في سنة 24 إن شاء الله. أول مرة جزائريين وجزائريات سواء كانوا أرباب عمل أو عمال داروا النيف وصدرنا خارج المحروقات. انتم تصوروا هذا الشعار ساعة مرة يعرفوا راقدين في السنترال، شعار نبني اقتصاد لما يخضعش المحروقات. دخلنا فيها اليوم حقائق أول مرة. عرفتي كذبون وخطير ونمرة مع راس كيلعب اليوم على المشاعر ديال عزيز عليهم هما في الجزائر المصطلح ديال النيف. ندير لكم النيف راه هذا اللقاء، هذا اللقاء المضحك ديال صاحب المزرعة ديال الحليب بوحجرة، راه قال اليوم تقريبا النيف شي 6 المرات ديما تيعاود اليوم درت لكم النيف درت لكم النيف درت لكم النيف درت لكم النخوة درت لكم هذه رديت لكم هذه، المهم دار لكم النيف. غير هو فين دار لكم النيف الله أعلم، واش داروا زعما فنكوشيا وإعلاميا ولا داروا في النشرة الثامنة عندكم تفهموني غلط، ولا داروا لكم في وجهكم صراحة ما عرفت. وهاد القضية ديال درنا النيف راه بوحدكم اللي كتقولوها، أنا ما عرفتش هاد القضية شنو كتعني. راه كاع الناس في العالم عندهم النيف، وماشي حيت النيف كبير راه معناه بأنه راه زعما أنت يا واعر. دابا المهم كذبون دار ليهم النيف وراه مشاو بعيد وقال لك صدروا 7 مليار دولار. شنو صدروا في هاد 7 مليار دولار؟ واقيلا تيتكلم على الكيتشوب والمايونيز إلى آخره. ما نطولش عليكم كثير لأن كان عندي بزاف الكلام نقولو. داني سي عمار في مقدمة بعدها وخلاص نسيت الخطاب تاعي. تدخلي رغم أنه كان تدخل معثر وسببه سي عمار ماشي أنا. إذن تهانينا لكل العاملات والعمال في وطننا المفدى، عام سعيد إن شاء الله، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كون غير طولتي عمي كدبون والله ما كنسخاو بك، والله العظيم الا ما كنسخاو بك. دابا حنايا كنتسناو قد المالح كل 7 سنين 6 سنين باش يدير لنا شي حاجه، شي عرض كوميدي رائع. دابا نتايا راك دير لنا العروض الكوميديه تقريبا كل 3 شهور كل 4 شهور، ما تبقاش تغبر علينا وغير طول، غير خود راحتك. واخا نعرفو نديرو عليك 4 الحلقات، انت غير طول عمي كدبون، انت دير لهم النيف وحنا نردوكم مضحكه على وزن المزرعات الحليب ديالك. هو صراحه اللقاء مبعثر، ولكن عجبتيني في حاجه واحده، عجبتيني انك ما قريتيش من الورقه اللي كتبولك
وعجبتيني انك فقستي الكبرانات، كره الكبرانات كيتفرجوا كيقول لك سير اكذبوا الله لا يربحك، فضحتينا عاوتاني بالمزرعه ديال الحليب وبالنيف وبالكذوب والسلوكيات ديالك. قرا من الورقه والو، ما تيبغيش يقرا لهم من الورقه، كيشد الورقه كيقرا لهم جمله ومن بعد كيسرح مع الحوارات الشيقه والمضحكه ديالك. المهم سي كذبون، المره الجايه عافاك الى ما طول. وبالمناسبه صدق او لا تصدق، فاتح ماي دار هذه المضحكه هذه اللي داروا هذه القضيه هذه، درنا عليها تقريبا دابا هذه الحلقه الثالثه، لانهم كتيلوحوا في اللور غير المقتطفات. انا حاولت المقتطفات اللي هضرنا عليهم البارح والبارح ما درتهمش لكم اليوم باش نتفاداو التكرار. ما كيعجبش ليا نطول الفيديو غير هكاك، خاص ضروري تكون الماده نقيه وتكون تقطيره مقطره مع راسك. ولكن صدق او لا تصدق، فاتح ماي حضر لهذا اللقاء هذا في العشيه بالليل، مشى حضر لواحد الحفل قال لك ديال تكريم الحريه ديال الصحافه واستقبل الصحفيين في الجزائر وشجعوا. غادي نشوفوا هذيك الحريره عاوتاني ديال اللقاء الصحفي ديالو شنو قال، واش دار شي حوار عاوتاني واحد اخر ولا ما دارش. المهم هادشي كياكد على انه الجزائر كيف ما قلنا الحاضره والزريبه وكذبون قال عليهم بانها مزبله. الجزائر الرئيس ديالها والنظام ديالها والوزراء ديالها تابعين كذبون في الكوميديا ديالو، ما عندهم ما يدار. وصدق من قال قالوا الكذبون نوض زغرت. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.